يعتبر الأردن واحدا بين 182 دولة في العالم تأسست فيه أخوية عمل مريم المعروفة باسم الفوكولاري، وهي حركة كنسية تقتدي أثر خدمة مريم العذراء وعيش كلمة الرب. وبمناسبة مرور ربع قرن على وجود هذه العائلة في الأردن، أقيم قداس احتفالي بعمان ترأسه المطران مارون اللحام بحضور غبطة البطريرك فؤاد طوال والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا وسائر الأردن والمطران سليم الصايغ، وبمشاركة السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والنائب الأسقفي لمطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأرشمندريت بسام شحتيت ولفيف من الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية والراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية في المملكة والمنتمين إلى أعضاء حركة الفوكولاري. وشدد المطران لحام في العظة التي قدمها بهذه المناسبة مقتبسا من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي على تأثير الكتاب المقدس في حياتنا، مهنئا بهذه المناسبة الفوكولاري على نشاطها الرعوي منذ تأسيسها وخدمتها الجليلة للمؤمنين والكنيسة معا، حثا جميع المنتمين إليها على البقاء والاستمرار بعمل الخير. ختاما أيها الإخوة والأخوات في حركة الفوكولاري المباركة، ابقوا كما أنتم، عيشوا كما تعيشون منذ 25 سنة. وجودكم ثمين في الكنيسة، تواضعكم واضح، ابتسامتكم علامة مميزة، ولتكن هذه أول 25 سنة ولسنين عديدة يا سيد. وبعد ختام القداس أقيمت احتفالية بهذه المناسبة في قاعة الكنيسة تضمنت عدداً من الكلمات والأناشيد ومقاطع فيديو مصورة تبين رسالة الحركة وروحانيتها عالمياً وتواجدها وخدمتها في المنطقة العربية. الفوكولاري كان دايماً بخدمة الكنيسة، بخدمة الأردن، بخدمة شعب الأردن، عائلات الأردن والشباب. إحنا اليوم مهرجان بالنسبة لنا لأنه مهرجان فرح، وبدنا اياه يكون دائما فرح للكل، فحبينا نحتفل مع بعض مع الجميع، مع الاصدقاء وحتى مع الكنائس المختلفه اللي كانوا الموجودين هون. شفتوا كمان المطران فينيديكتوس الروم الارثوذكس، كان حلو كتير حضوره، وكمان كان في حضور من العراق والاردن اكيد الاغلبيه، فهيك وشكرا شكرا كثير لكم. يذكر أن حركة الفوكولاري تأسست بعد الحرب العالمية الثانية من قبل الإيطالية كيارا لوبك وعدد من صديقاتها، حتى صار عدد أفرادها حالياً نحو 2 مليون شخص، هدفها الوحدة مع الله من خلال المحبة بعيداً عن العنف، فيما أصبح هدفها الثاني الوحدة بين جميع الكنائس والحوار مع الديانات الأخرى، انطلاقاً من صلاة المسيح ليكونوا بأجمعهم عائلة واحدة محبين بعضهم بعضاً.